اليوم، وحنا في إطار تنظيم هذه القافلة التواصلية لمدينة سمارة، في بطبيعة الحال والتي جاءت متزامنة مع احتفالات الشعب المغربي بذكرى 68 لعيد الاستقلال المجيد، وكذلك في إطار الاحتفالات بذكرى 48 للمسيرة الخضراء المضفرة. بطبيعة الحال هذه القافلة تضم نخبة من الإعلاميين بالجهة في إطار مشاركتهم إلى جانب جميع مكونات المجتمع في الدفاع عن جميع القضايا التي تخص المملكة المغربية، وفي أولويتها قضية الوحدة الترابية للمملكة، وكذلك هم شركاء في التنمية. فكانت الحمد لله فرصة اليوم لجميع الحاضرين من مختلف المنابر الإعلامية للإطلاع عن كتاب على مجموعة من المشاريع والبرامج التنموية التي قدمت في إطار عروض في جماعة سمارة. بالنسبة للعرضين اللي تم طبعا رؤيتهما اليوم في عرضهما في جماعة سمارة، العرض الأول كان أساس منه هو توضيح لمن لا يزال يحتاج إلى توضيح تلك الروابط بين الشمال والجنوب من خلال طبعا الزوايا. وإلى لاحظتوا كنا ربطنا بين سمارة والعرائش من خلال طبعا زاوية الشيخ زحمة الرقيبي وزاوية الزاوية المشيشية، ثم بين سمارة وتزنيت من خلال زاوية الشيخ ماء العينين حيث مرقده في تزنيت وزاويته في سمارة، ثم بين مراكش وسمارة من خلال الشيخ سيد أحمد العروسي. طبعا هي مدينة كنقولوا دائما على أن سمارة هي المدينة الحاضرة العلمية والروحية للأقاليم الجنوبية، وهذا طبعا شريط كان يدخل في هذا الإطار. العرض الثاني هو عن الأنشطة التي أنجزت أو المشاريع التي أنجزت في مدينة سمارة والإقليم عموما منذ استرجاعه إلى اليوم. فكما تلاحظون فمساحة المبنية في سمارة 15 مرة أكثر مما كانت عليه زمن الاستعمار الإسباني. قبل ما تخرجوا ما تنسوش أبونا في لاشين يوتيوب وبارتاجوا الفيديو مع أصحابكم في مواقع التواصل الاجتماعي، وما تنسوش ديروا جيم وما تبخلوش علينا بتعليقاتكم وملاحظاتكم.